قومي إيمانا قويا بأن اللغة الوحيدة التي يمكن أن تجمعها بين البشر هو الوتر. التاسع عشر عرفت المدن المغربية نهضة موسيقية أندلسية، إذ تكونت مجالس فنية استمر صيتها حتى القرن العشرين، من بينها مدينة تطوان وطنجة، حيث تكون في هذه المجالس موسيقيون جيدون في الحفظ والعزف والغناء. يقول المهدي الشعشوع في مؤلفه ديوان الآلة إن مراكز تعليم الآلة تعددت وظهرت خلال النصف الأول من القرن العشرين. انتشرت عبر المدن المغربية مدارس كدار سلاح بفاس، دار الجمع بمكناس، دار السيسعيد بمراكش، دار موليرشيد بالرباط، ولمعت أسماء كثيرة في الرباط وسلا وفاس وتطوان وطنجة وشفشاون ومراكش وأسفي من حفظة وعازفين ومنشدين وأصحاب أجواق، ونشطت حركة تأسيس الجمعيات والمجموعات الصوتية، مما ساهم بشكل كبير في نشر الموسيقى الأندلسية المغربية. في هذه الحلقة سنتعرف على بعض من هذه الجمعيات وعلى دورها ونظرة كل منها للحفاظ على الأسس العلمية والنقدية، وكذا نوع الدراسة والتعليم المنتظر منها للرقي بهذا الموروث الفني الأقدم عالمياً. الدراسة واجبة علينا، وهذا ما يمكن نعيبه على المعاهد اللي كتحاول تستعمل غير مناهج غربية، ولا ما لقتش نفسها ما بين ما هو تقليدي وما بين هو معاصر، وكيف ندرس السولفيج وفي نفس الوقت يجي الأستاذ يقرص لك الصنعة إلى غير ذلك. فكاين هناك مسائل غريبة وعجيبة. يمكن المكان المناسب لتلقين هذه الموسيقى كيبقى خصنا نرجعوا الى الاساليب القديمه. فاذا مدرسه تكلف يعني بتدريس الموسيقى بالطريقه ديال الشيوخ ديالنا، وما نكونوش عندنا يعني هذه العقده من الغرب ولا من الكتابه الموسيقيه الغربيه. الا عرفناها مزيان ولكن تكون تكميليه. روافد موسيقية، جمعية تأسست في طنجة سنة 94-900 برئاسة الأستاذ عمر المتيوي، ينصب اهتمامها بالدرجة الأولى على موسيقى الآلة والمحافظة على التراث السمعي الشفوي، إضافة إلى الموسيقى الوسيطية التي تربط المغرب وإسبانيا وجنوب أوروبا، كما تشتغل أيضا على صناعة آلات الموسيقى وإعادة ترميمها وتجميع التراث الموسيقي وكتابته. مع الأسف الشديد أرى أن وزارة الثقافة مقصرة شوية في هذا الميدان. وزارة التعليم العام هي اللي بدأت التعليم الموسيقي كمادة في المبادرة وطنية واللي كنشرف عليها الأستاذ الكبير السيدي يونس الشامي، ومع الأسف الشديد كنلقوا أن تراجع، وكأن الثقافة وكأن الموسيقى وكأن الرسم وكأن يعني أشياء تافهة وزائدة في الحياة. وكنعرفوا أن أفلاطون ولا العباقرة الكبار كانوا لا المادة الفنية والثقافية والجمالية هي اللي كتشكل محور ديال تكوين حضارة معينة. Thank you.
هذه الموسيقى تورثنا بواحد الطريقه جميله وعريقه، واللي هي الطريقه الشفهيه. وهذه الطريقه عندها عده مزايا، وهذه المزايا ما خصناش نفرطوا فيها من اجل مناهج علميه مجانا من الغرب. فاذا كيخصنا دابا نوصلوا لواحد التوافق ما بين ما هو شفاهي تقليدي الى غير ذلك، وما ما يمكن ان نستعمله من علم غربي، لان الاستعمال للعلم الغربي في حد ذاته فهو يمكنه ان يسيء الى هذه الموسيقى. كثير من الجمعيات يمكن تكون تايهة، ما عرفاش شنو السبيل لتعليم الموسيقى الأندلسية، لهذا فهي لا تتعاطى للتعليم كما يجب. أغلب الجمعيات تتعاطى فقط لتنظيم التظاهرات الموسيقية، ولا تؤطر الشباب ولا تعلم. يعني حين كنوجدوا أنه كاين واحد التعليم في الموسيقى الأندلسية كيكون عادة حفظ وليس تعليم علمي. وأنا شخصيا كنت راسلت كل جمعيات الموسيقى الأندلسية طالبا منهم أن يؤسسوا تعليما موسيقيا جيدا، وكنت قد اقترحت عليهم برامج للتعليم الموسيقي، ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي. دور الجمعيات، لما نشأت الجمعية وهي هي أول جمعية في حال اللي قلنا كانت في العشرينات، بعد في 36 حاول بن جلون دريس بن جلون التويني رئيس الجمعية ديال مستقبلا غتنشأ في 58، في 36 عمل محاولة في ضل بيضاء باش ينشا الجمعية، ولكن المستعمر كانت الحماية هذا ما خلاوهاش لأسباب سياسية، لأن ما خصهمش الناس يجتمعوا ولا يتفقهوا ولا يعرفوا الحضارة ديال والقيمة ديال البلد ديالهم. فإذا ذاك الجمعية 58 عاد غتأسس، ولكن في طنجة في 57 مولاي دريس دردبانة نشاء جمعية هواة الموسيقى العربية. دار الضمانة بطنجة من المحطات الهامة في تاريخ الموسيقى الأندلسية المغربية، تأسست سنة 1901، وعرفت تأسيس جمعية هواة الموسيقى العربية بها سنة 1957، ومنذ سنوات الستينات وهي تحتضن سهرات السبت الأول من كل شهر رمضان. كانت دار الضمانة تشكل مركزاً رئيساً يجتمع فيه مريدو وأساتذة طرب الآلة، من بينهم الشيخ أحمد الزيتوني، الباحث مولاي العربي الوزاني، وضيفنا عمر المتيوي الذي يعتبر من أبناء هذه المعلمة التاريخية الأوفياء. دابا من اللي جا المعهد
ما لم يمكنه أن يعوض ذاك الدور اللي كانت كتلعبه في وسط المجتمع، لأن كل موسيقى من الموسيقات في العالم كيخص الموسيقى تكون عندها واحد الدور واحد الوظيفة في المجتمع، يعني ماشي كنعمل الموسيقى من أجل الموسيقى ولكن من أجل غرض ما. فإذا الموسيقى كنعرفوا أن الزوايا المغربية غتلعب دور جد جد مهم، يمكن بفضل حافظنا على هذه الموسيقى الأندلسية المغربية الآلة. وإذا هذا التمازج ما بين موسيقى دينية روحية، موسيقى المقاهي، موسيقى هي الموسيقى حاضرة من المهد إلى اللحد. من عروس الشمال طنجة إلى المدينة العلمية فاس، حيث الجمعية الإدريسية وتضم مجموعة من الشباب يلتقون أسبوعيا بضرب الناني للسماع لأخذ دروس تقوية علمية في العزف والغناء. يكونون الجوق الأندلسي مغاني ومعاني تحت تأطير وإشراف الأستاذ عبد الجليل الخرشافي، ما جعلهم يشاركون في تظاهرات محلية ووطنية كبرى. أنه الميزان في ثلاثة ديال المراحل إيقاعية، الموسع والقنطرة ونصير، هادشي راكم كتعرفوا، ما عندي لاش نعودو، كل عام بدا نعود هادشي. اذا دابا غنبداو هاد الميزان ان شاء الله ديال الاستاذ رمايا بصنعة من القنطرة. هي دائما احاول ربط الدراسة بالممارسة، ربط الاصول والتقعيد وفنون الاداء وتقاليد الاداء بالممارسة، وهذا شيء ربما لن يعجب العقول المحافظة، التيارات المحافظة التي تسعى دائما إلى الاستماع إلى ما استمع إليه أجدادنا من قبل أو آباؤنا من قبل. وأنا أخالفهم التوجه فقط في بعض الأمور المرتبطة بالتصويبات والمراجعات وبعض الترميمات التي أعتقد أنها ضرورية لتجويد العرض الفني، أعتقد أنها ضرورية للمحافظة على المناهج في صناعة اللحن وعلى المناهج في صناعة الشعر وعلى المناهج في تأدية الإيقاع. هذه مستعملة فيها لحن واحد، بحال البيت الأول كي كنغنيه وكنغنيه البيت الثاني، ما كاين حتى شي فرق، بحال كي كنغنيه البيت الأول بحال كي كنغنيه اللحن ما كيتبدلش، كتكون هذه سميتها مستعملة في موسيقى الآلة، وهي كتبدا بصوت مي. احنا غنشوفوا ان شاء الله من يبداو مع العازفين كنعاودوا غادي نشوفوا الصوت من اللي غنبداو منه، تيعطيونا هما الصوت هذا احنا غادي نغنيو، وفيها 25 دور راني بينت لكم كل شيء هنا، وهي من البحر السريع. هاد الصنعه الاولى هي من البحر السريع. فنحاول دائما الحاق ما نتعلمه في هذه المجموعه نظريا ونطبقه عمليا، وهذا على صعيد مستويات مختلفه في مجال الآلة، وسأعطيك أمثلة على ذلك. فمثلا في الجانب المتعلق بالمناهج المرتبطة بصناعة الشعر في موسيقى الآلة، فنحن دائما نخضع عملنا لقواعد صناعة مثلا الموشح والزجر في الموسيقى الأندلسية، نخضع عملنا أيضا أساليب ومناهج صناعة اللحن المبني على الموشح والزجر، نخضع عملنا أيضا لقواعد وفنون وتقاليد الإيقاعات في موسيقى الآلة وربطها بالعنصرين السالفين الذكر، وهما عنصر الشعر وعنصر اللحن. القصيدة هي مبدية بهذا البيت اللي كتبت دابا أنا، هو هذا الاول بديه به، وهذاك هو خير اللي كيستعملوا دابا الممارسين في الاله، اصبح البيت الثاني ماشي هو الاول. احنا غادي نغنيو ان شاء الله وغادي تشوفوا دابا الفرق. واش مستعدين الاولاد؟ بداو، يلا اعطيني صوت مي، يلا حلو ودنيكم اسمعوني مزيان، الايقاع دابا غادي نستدغب وحدي والايقاع من بعد غادي تبعني، صافي عاود اعطيني مي. فنحاول دائما كما قلت سابقا أن نربط
الجانب التنظيري العلمي في المجال بجانب الممارسة، ونحاول كذلك بث روح التنظير والتقعيد والتأصيل في روح الشباب المتعلم. هذه أمور أعتقد أنها لم تكن في وسع الممارسين سابقا، أما الآن فهي مجموعة من المعارف الوازنة التي يجب أن يتوفر عليها المتعلم والدارس في نفس الآن. أحاول دائما ربط الدرس التنظيري العلمي بالممارسة عند التطبيق، وهذا هو أساس عملي بالدرجة الأولى، وتفاصيله عديدة ومتعددة. كما قلت أحاول المحافظة على المناهج في صناعة الشعر والمناهج في صناعة اللحن والتقاليد وفنون الإيقاع في موسيقى الآلة. هذه أمور لا أغض عنها الطرف وأنتبه إليها جيدا. يساعدني في ذلك مختصون في المجال وشباب لهم كفاءات موسيقية فنية لا بأس بها، أعتمد عليهم في استشارات عدة حتى أتمكن من وضع لمسات كما قلت سابقا علمية أدبية ترقى بهذا الفن إلى المستوى المطلوب أو المستوى الذي أرغب فيه. بمدينة فاس دائما ومن قلب معهد الجامعي للموسيقى والفن الكوريغرافي، كان للبرنامج لقاء مع الفنان عثمان العالمي تلميذ الأستاذ محمد بريول لأكثر من 16 سنة. العالمي تلقى تعليم طرب الآلة بطريقة التوساد التقليدية، حفظ الشعر والتراتيل بطريقة شفهية، لكن ما أن أصبح عضوا في جوق أستاذه بريول حتى أدرك أهمية العلم والاشتغال على التحليل الموسيقي. أول اشتغال ديالي مع عميد الموسيقى الأندلسية سيدي محمد بريول اللي هو شيخ وأستاذ كبير، هذا الاشتغال هو أكثر من 16 سنة طبعا، وأعطاني واحد العصارة ديال نقل آلة القانون من الآلة المشرقية إلى الآلة المغربية من جميع النواحي، لا في العزف لا في الطبوع المقامات وكذلك حتى في الصناعة. لأن في الحقيقة أنا مني تعلمت آلة القانون على يد الأستاذ مولاي إدريس الوزاني لقيت بأن جل العازفين كيعزفوا بالطريقة يعني الشرقية في الموسيقى الأندلسية، فبحكم أنني درست الموسيقى الأندلسية والشغل ديالي مع أستاذ محمد بريول مع تعاقب الزمان مع الحلة اللي لبستها ديال الموسيقى الأندلسية بالطبع ديالها بالصنائع يعني بهذه المدة الطويلة ديال المسيرة ديالي، فيعني لقيت بأن لابد خصو يكون تغيير. العالمي ليس عازفاً على آلة القانون فقط، بل يسير ورشة لصنعها وتعليمها على الطريقة الأندلسية المغربية كذلك، أطلق عليها اسم ورشة الأندلس لصناعة آلة القانون المغربي.
القانون هي آلة شرقية، فقلت مع راسي علاش ما تكونش الآلة يعني آلة القانون يعني تعزف بالطريقة المغربية أو الطريقة الأندلسية بالطبع ديالها بديك اللون ديال مثلا نقولوا أنا نعزف رمل المايا، أنا نعزف الصبيهان وحقيقة الصبيهان وحقيقة رمل المايا، ماشي مثلا نقول أنا نقسم في رمل المايا وغادي نقيس مقام البياتي أو مثلا بحال بعض الطبوع الجزائرية، لا رمل المايا أو الصبيهان أو الحجاز الكبير أو العراق العجم يعني جميع الطبوع. تم تغيير ديال هذه القضية في الصناعة، لأن العرب ديال آلات القانون كما تعرفوا الناس جميعا بأن العرب ديال آلات القانون مبنية على الليغام يعني ديال مقامات يعني الشرقية، فأنا حولت ذاك العرب يعني توالم الموسيقى الأندلسية. كانت الآلات القانون بعدا غير موجودة أو بالأحرى يعني مكلفة جدا وعندها واحد الصعوبة باش تقتنيها وكان قلة التلاميذ. الآن دابا الحمد لله في هذه الخمس سنوات الأخيرة أو العشر سنوات الأخيرة فالحمد لله عرفنا واحد يعني واحد المنحنى طلع شي شوية الحمد لله في عدد التلاميذ تبارك الله. تقريبا هي السنة المقبلة يعني الفارطة كان تقريبا عندي أكثر من 40 تلميذ، فهذا يعني الحمد لله مشرف. وما نساوش بان الاستقطاب ديال التلاميذ هو كنمهدوا لهم يعني كيفاش غادي تجيو تقراو. اول شرط هو خص آلات القانون تكون موجوده، يعني كيفاش انسان غادي يتقيد او يتسجل في الماده آلات القانون والآلام ما كايناش او خصنا نستوردوها من الدول يعني المعروفه. فهذا هو السبب بان ورشه الاندلس لصناعه آلات القانون المغربي تاسست بانها يكون نقولوا سياسه القرب ديال آلات القانون. اذا غنكملوا بصيد الاستهلال اللي كنا بدينا. شنو الصناعه الاولى اللي كنا درنا؟ وجبه. شنو اللي عندنا في البرنامج الثانيه؟ لا يوم عمانا. اش من بحر هذه الصناعه؟ هزش. اذا نقراو البيت الاول، غنقراوه. لله يوم عمانا. بمدينة الرباط تأسست المجموعة الصوتية أو كورال لولاعة بناء على طلب المولعين بالموسيقى الأندلسية للتعمق أكثر في هذا الفن. يعتبرها الفنان محمد أمين دبي ورشة مهمة جعلت الهاوي يقترب من الاحتراف أكثر، لدرجة تقديم عروض أدى فيها أعضاء الكورال أكثر الصنائع صعوبة نالت استحسان الجمهور والمهتمين. واحد جوج لله يا يوم عمانا أهى أهى عمانا فيه التهاني. منذ بداية هاد الكورال أي هاد خمس سنوات الأخيرة استفادت المجموعة بأكثر من 160 حصة تدريبية اللي قامت بها بإطلاع على أكثر من 30 ميزان من نوبات الموسيقى الأندلسية،
وتم تم حفظ أو لا المجموعة تمكنت من حفظ من أكثر من 250 صنعة في الموسيقى الأندلسية وعشرين بروالة، بما فيهم هذوك الصناعات اللي غير متداول بهم والبراول اللي ماشي متداولين عند العموم. وكي منهم صناعات وهويته اللي كتجي في ميزان قدام استهلال، وهي تعد من أكبر صناعة في الموسيقى الأندلسية من حيث عدد الأدوار. هذه خصنا نضبطوها. فيه تهاني 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 فيه تهاني تهاني والسرور. تبارك الله الأستاذ أمين الدبي كيسهل ما صعب، هذا اللي يمكن لي نقول لك. كل كيحاول يبسط الأمور لعباد الله، وهذا الشيء كيفاش كنلاحظوا؟ كنلاحظوا حيث كنا كنديروا حفلات آخر موسم، تبارك الله كنلقاو كل شيء بغي يشارك في هذه الحفلة. كاع هذوك الناس اللي منخرطين معنا كلهم باغيين يشاركوا في الحفله، كيكونوا حفظوا وتمكنوا. كورال الولاعة تبقى كورال فريد من نوعه، أولا لأنه هاد الناس عندهم واحد الرغبة كبيرة وتعلقوا كتير بهذا الفن وبهذا التراث، وعندهم عندهم الموهبة، هما غيبغاو يسقلوا الموهبة ديالهم، وتبارك الله يعني اجتهدوا بذلوا مجهود ونجحوا في الرغبة ديالهم. وهذا الشيء اللي ساعدهم أولا المستوى الثقافي والعلمي كيساعد الناس، عندهم ملكه ديال الحفظ وديال باش يتلقاو يعني الصنعه او المستعمله ديال الاله يعني كي بسهوله. ثم هذيك هما كيجيو حبا في هذا الفن. شيء يعني لاحظناه من خلال بعض الأمسيات اللي هما شرفونا بالمشاركة ديالهم معنا في الفرقة، اداو يعني احسن اداء، وما غنقولش محترفين بطبيعة الحال، ولكن هاد الورشة جعلت ان الهاوي من خلال هذيك الموهبة ديالو تقرب للمحترف. صعيب باش يكون محترف ولكن ما بقاش عنده داك يعني، ولا كيحاول يأدي هاد التراث وكيزيدوا ان صح التعبير يعني ما نقولش الشهره، ولكن هاد الكورال او الكورالات كاملين كيساعدوا في احياء هاد التراث او يعني استمراريه ديالو ويرجع كيف ما كان، لانه كما لا يخفاكم هاد الفن كان في الفلاسفه والدكاتره والعلماء وواحد الوقت ولا في يد الحرفيين، والحمد لله الله يجازيهم بخير حيت فضلهم باش تحافظ عليه، والان دابا رجعنا كنرجعوا للاصل.
أعتبر نفسي والمجموعة التي كونناها في روافد موسيقية امتداد لمدرسة مولاي أحمد اللوكيلي. احنا متشبتين طريقته في 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 في, في يعني في السطور ديال العريضة، ولكن كاين يعني إبداعات جديدة، كاين نفس جديد، كاين انسترومونتاسيون يعني توزيع موسيقي جديد، كاين أشياء تضاف على ذاك الهيكل اللي خلاهنا المرحوم مولاي أحمد اللوكيلي. واللي كان كيشهد على هذا هو تلميذه العزيز واللي كان وفي له حتى مات، اللي هو محمد العرضي التمساماني. كان يستحي نتلاقى مع التمساماني وما يتكلمناش على مولاي احمد الوكيلي ويجبدو يسال عليه، وانا كنت حاضرا ملي كيكونوا جالسين بجوج، يعني كيوقع كيكون كيعزف الطو ومولاي احمد الوكيلي العود بطريقته الشمليه، وكينوض كيقبل له راسه ويرجع ويجلس يكمل. يعني مشاهد اللي اثرت فينا في ذاك العلاقه ديال الاستاذ مع المريد، وهذه العلاقه هذه هي في الحقيقه هي اللي مهمه في ملي تكلمنا على الطريقه الشفاهيه، ولكن كاين تقاليد اللي يعني كيف كيدوز التعليم من غنقولوا يعني من مختلف الأجيال بطريقة معينة. في تطوان تأسس مركز تطاون أسمير للدراسات الموسيقية والمحافظة على التراث الموسيقي تحت إدارة الأستاذ أمين الشعشوع. من بين أدواره توفير تكوين موسيقي أندلسي شامل للدارسين في جميع مكوناته الجمالية والتاريخية وحتى القواعد النظرية والتطبيقية، بالإضافة إلى توفره على مكتبة موسيقية ضخمة رهن إشارة المهتمين والدارسين سواء من داخل المغرب أو خارجه. التعرف على الموسيقى الغربية المعاصرة للموسيقى الأندلسية هو الذي فتح لي باب اكتشاف سر الموسيقى الأندلسية وعلومها، ولهذا استطعت أن أصوغ
نظريه علميه متكامله بعد ان فقدت لمده ازيد من 5 قرون من المغرب. لان هذه هي المعضله الكبرى، هو انه بعد سقوط الاندلس لم نتوصل بكتب في الموسيقى الاندلسيه، كل شيء ضاع. هذا هو الموسيقى، وبقينا كنعزفوا كنرددوا الموسيقى بطريقه شفهيه بالحفظ بحب كبير بطبيعه الحال، ولكنه حفظ اكثر من علم. ولهذا اعتبر ان العمل الذي يقوم به مركز دراسه الموسيقيات ستون اسمير هو فريد من نوعه ومهم جدا، لانه لا يقتصر على الجمهور المغربي ولكن على الجمهور العالمي عموما. دور مركز ستون أسمير للدراسات الموسيقية والمحافظة على التراث الموسيقي هو أولا تسهيل الحصول على الموسيقى بشتى أنواعها وبشتى أشكالها، مثلا الموسيقى السمعية، التسجيلات السمعية، التسجيلات البصرية، العلم الموسيقي، حيث أننا نوفر للمهتمين مكتبة موسيقية ضخمة فيها كتب يعني في جميع اللغات وفي جميع الأصناف الموسيقية. وأهم من ذلك هو التكوين الذي تقدمه هذه الهيئة، وهو تكوين موسيقي أندلسي شامل. فإذا كنا مثلا نجد في المعاهد الموسيقية تقريبا الاقتصار على الحفظ، واستظهار الألحان، فنحن نقدم تاريخا للموسيقى الأندلسية، مكونات الموسيقى الأندلسية، علم الجمال في الموسيقى الأندلسية، الجانب الروحاني في الموسيقى الأندلسية، والقواعد النظرية للموسيقى الأندلسية. وهذه القواعد النظرية لا توجد إلا في مؤلفاتي، لأنني ولله الحمد وفقت في هذا البحث. كورال أندلسية المغرب مجموعة صوتية أسسها الأستاذ عبد الحميد سباعي، تعمل على تطويع التراث الأندلسي المغربي للتجديد. يؤمن من خلالها الأستاذ سباعي بأن التراث الأندلسي يتصف بما يطلق عليه دمقرطة واسعة تهيئه لنشر الموسيقى الأندلسية بكل ربوع المملكة. بالنسبة لكورال أندلسية المغرب، التلقين سنحاول أن يكون تلقين ليس بالطريقة اللي كانت معروفة ديال التوساد، لأنه كيف ما يخفى لا يخفى عليك أن التلقين إلى جناب التوساد وبالقواعد كلها، هذه تطلب منا وقت كثير باش نوجدوا الجيل ويبدا يحب الموسيقى الأندلسية، أو خصو يكون كذلك. وهذا هو التلقين اللي كاين في المعاهد. حنا تنحاولوا بطريقة سهلة أكثر، هو أنه التلميذ أو الطفل أو الشاب يتوصل الموسيقى الأندلسية عبر الصنائع ديالو بطريقة أكثر سريعة، يعني بالحفظ من طرف الأساتذة ومن طرف وبالطريقة اللي هي تنعطيوها حنا واحد الليونة وواحد الرونق اللي باش جعل أنه في ظرف وجيز يحب الموسيقى الأندلسية ويقدمها هو كذلك بحلة جديدة. لذلك اليوم غنحاولوا نتمرنوا على واحد الجملة موسيقية: إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فبئس ما صنعوا، غدا تجازى النفوس ما كسبت. في رصيد كورال أندلسية المغرب 123 مشاركة في مهرجانات جابت المغرب وخارجه، كما شاركت بأول كوميديا موسيقية تحت عنوان الموسيقى التقليدية من الجهوية إلى العالمية من تأليف وإخراج الأستاذ عبد الحميد سباعي حول نوبة غريبة الحسين، وضمت 60 عازفا و80 صوتا. نديروها كذلك ولو أنها هي الموسيقى، إحنا
نحاولوا نحفظوها لكم بانه من خلال التماغي اللي قمنا بها انه نديروها بلاصتهم ميوزيكال واخا حنا نتوقفوا لا شونتي ديكو نو سون اون كورال. طريقه الكورال هي واحد الطريقه اللي هي كل شيء كيغني باسلوب واحد وفوقت واحد وبصوت واحد، الا درنا دي نيونس ولا هذا تيكون كذلك حتى هو بطريقه اللي هي تعبيريه وبطريقه في نفس الوقت. استاذ اعتبرناه انه هذه يضيع لنا واحد الوقت كثير ويمكن ينفر لنا التلاميذ اللي عندنا، لذلك حببنا لهم الموسيقى الاندلسيه بطريقه اكثر سرعه، ليس في الاداء ديالها بل الطريقه ديال الاداء ديال التعليم. اما الموسيقى الاندلسيه بالعكس تنرجعوها لما هو اصلي ديالها، انه ما تنسرعوهاش لانه ماشي الاهم هو السرعه في الاداء ديالها، الاهم هو في نعطي واحد الاسلوب موسيقي هادئ يوصل للاذان الناس، بحيث الى عطيتك مثال انه الصنائع اللي تتكلم، نعطيك مثال ونقول له يا رسول الله عليك السلام، فما تنشوفش انه نقول له على النبي صلى الله عليه وسلم الا كنا في الحضره ديالو انه نقول له عليك السلام بواحد الصوت مرتفع. اذا كورال اندلسيه المغرب تيعبروا على ذاك السلام بواحد الصوت هادئ بزاف، كانهم دخلوا عند الرسول وتيقولوا له السلام عليكم، اذا يقولها بواحد الصوت هادئ جدا. بغي ناكد لك انه دابا في اطار ما تنعملوا على ديمقراطيه الموسيقى الاندلسيه من خلال التعاون ديالنا مع اكاديميه الدار البيضاء انفا ويعني والمديريه الاقليميه، ودخلنا واحد الشباب اللي هو تنتمي للمدرسه العموميه والمعاهد العموميه، ويعني كانوا تعليم ابتدائي او ثانوي او اعدادي، باش هاد الشرائح المجتمع تعرف الموسيقى الاندلسيه وتعرفها انه ارث حضاري هو اللي جل المغاربه، وما تبقاش ذاك النخبويه اللي معهوده عليها الموسيقى الاندلسيه، لان النخبويه تتفقدنا في واحد الا بغينا نقولوا في 90% ديال المغاربه، والمغاربه محتاجين انهم يكون عندهم واحد الارث ديالهم باش يبقاو ملتزمين بالوطن ديالهم وبحبهم لارضهم. او 90% ديال الممارسين المحترفين يعني كيتصلوا بيناتهم يعني بمساله عاديه وطبيعيه، وكاين مشاورات ولا هذا الصنعه واش كتكون هكا وهكا، يعني هذه مساله عاديه، والموسيقيين يعني قاطبه ما عندهم حتى شي اختلاف ولا شي عقده ما بين بعضياتهم، يعني اللي كيقول هذه الهضره هذيك غير اشاعات. بطبيعه الحال كاين بعض الاخوان اللي هما يعني الطبع ديالهم يعني كيكونوا شويه حديين،
هذا لا يعني انه مختلفين مع الاخرين، غير هما تياخذوا ما حد لهم من حقهم. صاعد وجيل هاد الرؤساء اللي اليوم كاينين انا مفتخر بهم، يعني تيعطيو عطاءات كثيره وما كنا نمشيو لقدام. فعلا هناك مازال شويه ديال النخبويه، مازال شويه الموسيقى الاندلسيه تنعملوها تنجبنا الله انه هي ماده استهلاكيه تندوزو بها العشاء ديالنا، او مثلا كاين اللي تينادي بانه علاش ما بقاتش في رمضان تيديروها لنا في الفطور. انا ضد ذلك، لانه هي ماشي هضومة انديجيستيف. لا، الموسيقى الاندلسيه خصنا نفهموا المعاني ديالها. الموسيقى الاندلسيه فيها ترابيد وليداتنا. الموسيقى الاندلسيه كتتكلم على الرسول، كتتكلم على الغروب الشمس، كتتكلم على الفجر، كتتكلم على التسامح. الفترة الزمنية أو الحقبة التي ينفصل فيها التقعيد والتأصيل والتنظير عن الممارسة، في ذلك الحين نقول أن هناك انحطاط. أما الآن الحمد لله فهناك ازدهار علمي، ازدهار معرفي، معارف وازنة تظهر للساحة بعد الفينة والأخرى تساعد في الرقي بالفني إلى درجات معينة، إلى درجات نصب إليها. إلى أحد
وأخيرا العلم الموسيقي، لأن العلم الموسيقي هو الذي يفتح الباب للتعبير ويفتح الباب للأداء الصحيح، بل يفتح الباب للتخلص من كل الأشياء التي تراكمت عليها عبر التاريخ وكانت سيئة.